رئيس نادي الكرخ الكابتن شرار حيدر، إثارة موضوع عائلة الراحل عبد الكريم سلمان جاء من أقلام السلطة المأجورة. نتابع. هم مو بعض، هذول مو إعلاميين ولا صحفيين، هذول مدونين على الفيس، هذول حاميهم صاحب القرار، هذول يعتبرون أدوات قذرة لتسقيط الناس وتشويهها. احنا جميع القنوات الإعلامية المحترمة والصحفيين والمؤسسات الصحفية المحترمة حساباتنا موجودة والتواقع موجودة، ولكن اكو أسرار عائلية وأسر احنا ما نقدر نذكرها، نتحمل من الناس اللي هي سممت الوسط الرياضي، ولكن ما نطلع أسرار الأسر ولا نطلع تفاصيل حياتهم، والمفروض هيش نتصرف يعني. فمفتوح الحسابات، مفتوح، تقدرون تشاهدون التواقع بدون نشر، وإحنا مستمرين بالتزامنا، وعائلة كريم سلمان هي جزء من عائلة نادي الكرخ، والتزامنا ماشي وساري، وإن شاء الله ما دام إحنا باقين هم جزء من أسرة نادي الكرخ.